السؤال الأول، ما هي الأسباب التي جعلتك تختارين هذه المهنة؟ اخترت المهنة لأن بعد مجال الاختصاص والعلم وزين عندي اشتغال هذا الشيء. أتحبين أن تعملين في بلد آخر؟ لا، خسر لا بلد، لأن واحد مفيد بلد آخر، نختار هذه الفئة محتاجة لي، لا نختار نمشي معاه. ما هي الصعوبات التي واجهتكم لتطوير هذه المهنة؟ عندنا صعوبات، بعض الأطفال عندهم صعوبات في النطق، مثل الرجل عندنا الإعاقة متوسطة، عندنا خفيفة، وعندنا عميقة، وعندنا داون، وعندنا توحد.